يعني الغارات الإسرائيلية الأخيرة كانت على منطقة المغراقة إلى الشمال الغربي من مخيم النصيرات وسط القطاع. الاحتلال قام بنسف عدد من المنازل قرب مسجد الصقة وقرب مسجد الإيمان في منطقة المغراقة وسط القطاع، أو ما يعرف أيضا بشارع السكة في تلك المنطقة. بالحقيقة هذه الغارات الإسرائيلية أيضا جاءت تزامنا مع القصف المدفعي المتواصل الذي تقوم به الدبابات الإسرائيلية شرق منطقة مخيم البريش، تقصف مناطق شرق المخيم وأيضا تطلق القذائف باتجاه منطقة غرب مخيم النصيرات وشمال منطقة المخيم الجديد. أيضا المدفعية تطلق القذائف الدخانية وقنابل الإنارة في تلك المنطقة تزامنا مع عمليات إطلاق نار تقوم بها الدبابات الإسرائيلية المتواجدة والمتقدمة في محور المغراقة ومحور منطقة الزهراء إلى الجنوب من منطقة نيت سليم. هذا اليوم كان هناك غارات على مخيم البريج استهدفت منزل يعود لعائلة العويدات، أدى ذلك لاستشهاد 2 من المواطنين، فيما تم استهداف عدة منازل أيضا في المنطقة الشمالية الغربية لمخيم النصيرات، وصل الشهيد وعدد من المصابين من تلك المنطقة. في ساعات مبكرة من صباح هذا اليوم كان هناك تقدم لعدد من المواطنين باتجاه جسر وادي غزة، كانوا لربما بطريقهم باتجاه مدينة غزة للعودة، هم من عائلة واحدة من عائلة أبو الكاس، وبالتالي الاحتلال قام باستهدافهم بشكل مباشر، أدى ذلك لارتقاء 4 من الشهداء، وصلوا أشلاء في ساعات من صبيحة هذا اليوم لمستشفى شهداء الأقصى، فيما وصلت هذه الجثامين لمركز العودة ومن ثم حولت لمستشفى شهداء الأقصى. إضافة إلى أن هذه المستشفى استقبلت 2 من الشهداء ممن تم استهدافهم وأيضا إطلاق النار صوبا في المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح، تحديدا المناطق الجنوبية الشرقية لمنطقة أبو العجين ومنطقة المطاحن، وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى فيما تم انتشال شهيدة وهي سارة أبو عوامر البالغة من العمر 6 سنوات بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي عدد من القذائف المدفعية في محيط منطقة المخيم الجديد إلى الغرب من منطقة النصيرات. مستشفى شهداء الأقصى منذ ساعات من صبيحة هذا اليوم بدأت بدق ناقوس الخطر، أي بمعنى بأن هذه المستشفى هي على يعني لربما ما بين قوسين وما بين هلالين، بين حفرة لربما تتوقف عن العمل بسبب نقص السولار والبنزين الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية التي تعمل هذه المستشفى عليها، تقوم من خلالها بإضاءة هذه المستشفى وتشغيل محطات الأكسجين وأيضا تشغيل أقسام العناية المكثفة وقسم حديثي الولادة الخاص بالأطفال. هناك مناشدات بالفعل من الجهات الرسمية هنا في قطاع غزة، لا سيما وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الإعلامي الحكومي، بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال الوقود اللازم لهذه المستشفيات وللمنظومة الطبية بشكل عام. على صعيد المساعدات والملف الذي أصبح عالق على وسط قطاع غزة في ظل الحاجة الماسة لهؤلاء الناس للمساعدات، في ظل أيضا تفشي الأوبئة والأمراض وكذلك حاجة الناس لبعض المواد الغذائية وبعض الفيتامينات والأدوية، أيضا هناك نقص تام بالحقيقة ما يصل لوسط القطاع من أدوية ومستلزمات طبية ومن مواد غذائية ومن معونات هي تأتي بشكل يعني بسيط جدا من عبر الجهات الدولية المانحة، من عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، لكن بالأمس تم تأمين 40 شاحنة باتجاه مدينة غزة وقد وصلت منها 6 لشمال القطاع. أيضا اليوم وصل عدد من الشاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية وقد تم إرسالها باتجاه مدينة غزة وهي محملة بالمساعدات الطبية. نعم هذه محملة بالمساعدات، نعم سنتحدث عنها، محملة بالمساعدات الطبية وكذلك الأدوية والمستلزمات لصالح المستشفى الأهلي بمدينة غزة وأيضا لصالح عدد من المراكز الطبية. ما استمعنا إليه قبل قليل هي غارة إسرائيلية جديدة على الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة دير البلح، غارة من قبل الطائرات الحربية قبل قليل على تلك المنطقة، لم يتم تحديدها لكن هي جغرافيا المنطقة البينية الواقعة ما بين منطقة المغازي ومنطقة مخيم البريج على شارع صلاح الدين وفقا للمعلومات. هذه الغارات الإسرائيلية ليست بالجديدة على وسط القطاع، الاحتلال يتعمد على استهداف هذه المناطق في ساعات المساء، تحدث أصوات قوية جدا وأيضا هناك صعوبات ومعيقات لدى طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول للمناطق التي يتم استهدافها
بسبب الظلام الدامس وأيضا بسبب القذائف العشوائية التي تطلقها المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية لوسط القطاع. أخيرا نتحدث عن الاشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. هذا اليوم سجل اشتباكات مسلحة قوية ما بين المقاومة وقوات الاحتلال في المحور الشمالي الشرقي لقرية جحر الديك إلى الشمال الشرقي من وسط قطاع غزة، فيما تبنت كتائب القسام عدة عمليات أبرزها إطلاق عدد من قذائف الهاون وكذلك تفجير منزل كان قد فخخته المقاومة الفلسطينية وقد يعني تحصنت به قوة خاصة فخته المقاومة الفلسطينية بصواريخ F-16 وهي طائرات حربية أطلقت هذه الصواريخ على المدنيين هنا وسط القطاع، لكن المقاومة استخدمتها بتفخيخها وكذلك تفجيرها في جنود الاحتلال في منطقة المغراقة وفقا لبيان كتائب القسام وسط القطاع. أشكرك من دير البلح محمود اللوح مراسل الغد، بطبيعة الحال نعود إليك لمتابعة كل جديد.